المقدمة الأولى أن أهل العلم يقولون إن المرء لا يولد بخلق سيء، وإنما يولد المرء في الأصل إما بخلق حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سيد عبد قيس، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، قال هل هاتان الخصلتان فطرت عليهما أم تطبعت بهما؟ قال بل فطرت عليهما. فقال الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله. إذن النوع الأول أن المرأة يفطر على الخلال الحسنة، أو يفطر على عدم الخلال السيئة، وإنما يكون عنده البراءة الأصلية من نفي الخلال والأخلاق السيئة. هذا كلام أهل العلم في تهذيب الأخلاق. وأن الخلال السيئة في الخلق من الغضب ومن الحمق ومن ما يكتسب بعد ذلك من مساوئ الأخلاق كالكبر ونحوه إنما هي مكتسبة، وقد أطال أهل العلم في تهذيب الأخلاق في التدليل على هذه القاعدة. الأمر الثاني والمقدمة الثانية عندنا أن أهل العلم يقولون إن الأخلاق تكتسب، بدليل الحديث المتقدم، فإن مفهومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل فطرت عليهما، يدل على أنه قد يكتسب المرء خلقا حسنا بعدما كان متصفا بالخلق السيء. ويشهد لذلك ما جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم. إذن يدلنا ذلك على أن المرأة يكتسب الحلم بعدما كان فاقدا له، كما يكتسب العلم بعدما كان جاهلا، وهكذا مكارم الأخلاق كلها على هذه الهيئة.